مشاهدينا الكرام في كل مكان، مشاهدي النيل للاخبار، برحب بحضراتكم وحلقه جديده من برنامج تكنو نايل، واللي بنتابع فيه اهم واخر الابتكارات والاختراعات وايضا الجديد في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. في حلقه النهارده هنتعرف على اخر الاخبار، وهيكون معانا موضوع رئيسي في حلقه النهارده، هو ابتكار جديد قام به شاب مصري انطلاقا من احساسه وشعوره بازمه الطاقه المقبله في العالم، وهو ابتكر جهاز بيوفر 70% من الطاقة الكهربائية المستهلكة في مترو الأنفاق. هيكون أيضا معنا موضوعات أخرى تكنولوجية وأيضا ابتكارات تخص وتقدم حلول للفلاح من خلال اكتشاف الأمراض اللي ممكن تصيب المحاصيل الزراعية. خلونا في البداية نخرج لنتابع هذا التقرير اللي بيعرض بعض الأخبار التكنولوجية واللي أعده لنا الزميل أحمد صبيح، ونرجع لكم مرة تانية لبدء الحلقة. أعلنت أمازون ويب سيرفيس، وهي الذراع المسؤول عن الخدمات السحابية في أمازون، عن إطلاق خدمة أمازون تشايم، والتي يبدو أنها ستنافس خدمة سكايب للأعمال من مايكروسوفت. وأوضحت عملاقة التجارة الإلكترونية الأمريكية أن خدمة أمازون تشايم الجديدة توفر للمؤسسات التجارية والمنظمات إمكانية إجراء المكالمات الصوتية والمرئية، فضلاً عن إمكانية التراسل الفورية. وقالت أمازون في بيان لها أنه يمكن الوصول للخدمة الجديدة عبر حواسب ويندوز وماك، وكذلك الأجهزة المحمولة العاملة بنظامي أندرويد وآي أو إس. ويتعين على المستخدمين إدخال رقم التعريف الشخصي PIN للانضمام إلى أي محادثات تجرى عبر الخدمة. أعلنت هيئة الطرق والمواصلات بمدينة دبي الإماراتية أنها تستعد لإطلاق خدمة تسمح باستخدام مركبة جوية ذاتية القيادة لنقل الركاب خلال شهر يوليو من عام 2017 الجاري. وقد عرضت الهيئة خلال مشاركتها في القمة العالمية للحكومات المركبة إيهانج 184 صينية الصنع، وهي مركبة جوية ذاتية القيادة مزودة بمقعد لراكب واحد ومتصلة بمركز تحكم موجود على الأرض. وتحتوي المركبة على شاشة لمس أمام مقعد الراكب ستتيح له تحديد وجهته عند الركوب، حيث سيتاح الوجهات بشكل نقاط على خريطة للمدينة. وقد تم توجيه وبرمجة المركبة للانتقال تلقائيا إلى هذه الوجهات والطيران ضمن مسارات معدة مسبقا. وأكد مطر الطاير المدير العام لهيئة الطرق والمواصلات أن المركبة التي عرضت في القمة ليست نموذجا تجريبيا، وإنما مركبة قادرة على الطيران فعليا، حيث تم تجربتها بنجاح للتحليق بركاب في سماء دبي. طور باحثون نوعا جديدا من الورق يمكن الطباعة عليه من خلال أشعة فوق البنفسجية، مما يلغي الحاجة إلى الحبر، ويمكن إزالة الكتابة المطبوعة على الورق باستخدام أسلوب التسخين إلى درجة قدرت بنحو 120 درجة مئوية، مما يتيح إمكانية إعادة الكتابة على هذا الورق أكثر من 80 مرة. ويهدف الباحثون إلى الحد من آثار إنتاج الورق على قطع الأشجار في الغابات. وقال الباحثون إن سر هذه التقنية المبتكرة يكمن في المادة الكيماوية متغيرة اللون، والتي يمكن وضعها على الأوراق التقليدية لتحويلها لأوراق يمكن استخدامها أكثر من 80 مرة. ويتوقع الباحثون أن الورق المطورة ستكون رخيصة الثمن، كما سيجري إنتاجها على نطاق تجاري واسع. ناقش مسؤولون روسيون إمكانية تسليم صاحب التسريبات الشهير إدوارد سنودن إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك كوسيلة لتحسين العلاقات السياسية مع الرئيس دونالد ترامب، وذلك وفقا لما ذكرته قناة MBC نيوز الأمريكية. بينما قال ترامب في تغريدة نشرها على تويتر في أعقاب التسريبات واللجوء إلى روسيا في شهر يونيو من عام 2013 أنه لو كان رئيسا للولايات المتحدة فإن سنودن سيعاد إلى الولايات المتحدة بأسرع وقت ممكن مع الاعتذار. وكان سنودن قد حصل على حق اللجوء في روسيا منذ شهر يونيو من عام 2013، وذلك عندما سافر إلى موسكو من هونغ كونغ بعد شهر من قيام وسائل إعلامية كبرى بنشر تسريبات صادمة عن برامج للتجسس السرية في الحكومة الأمريكية والحلفاء.
ومن جانبه رد سنودن على تقرير قناة NBC نيوز في تغريدة له على تويتر بأنه دليل على أنه لم يسلم روسيا أي أسرار للولايات المتحدة، وقال: أخيرا هناك أدلة دامغة على أنني لم أتعاون مع الاستخبارات الروسية ولا توجد أي دولة تقايض الجواسيس. قام باحثون باختراع أدربة غير مرئية مصنوعة من مادة الهيدروجيل الشفافة والتي تتكون معظمها من المياه، ويهدف فريق الأبحاث إلى جعل اليد قوية بما يكفي لتحمل الأوزان الثقيلة نسبيا، حيث استخدموا الطباعة ثلاثية الأبعاد والقطع بالليزر لنسج وصفات الهيدروجيل داخل الهياكل الروبوتية وأضخ المياه في هذه الهياكل لتجعلها تدور أو تتمدد. وغالبا ما تكون نتيجة تشكل أصابع أساسها من المياه وتمتلك في الوقت ذاته قوة ومتانة وسرعة الروبوتات. وقد تم تجربة الروبوت الشفاف في اصطياد الأسماك، حيث كان بإمكان يد الروبوت تطويق السمكة سريعا بدون جرحها ثم إطلاق سراحها من جديد. هذا ولم يقتصر استخدامه على عمليات الصيد فقط، حيث أن العلماء يضعون تصورا لتقديم هذه التكنولوجيا في مساعدة الروبوتات الجراحية والتي يمكنها التجول داخل الجسد بدون أن تعرضك لخطر تدمير أعضائك أو حتى الأنسجة. يعتبر فقدان التوازن والخوف من وقوع الدراجات النارية عند التوقف أو المناورة منخفضة السرعة من أكبر المشاكل التي تواجه السائقين الجدد، ويبدو أن إحدى الشركات الكبرى قد أوجدت الحل الأمثل لمواجهة هذه المخاوف، وذلك من خلال تطبيق مفهوم جديد الدراجات النارية القادرة على التوازن تلقائيا عند التوقف أو حتى تخفيف السرعة. وتتميز الدراجات النارية بوجود نظام مبتكر يطيل من قاعدة عجلات الدراجات عند تشغيلها ويحرك العجلة الأمامية بشكل منفصل عن المقود، ويستخدم النظام المحدث مدخلات التوجيه الدقيقة للحفاظ على توازن الدراجة بشكل تام، وذلك بدون الحاجة إلى استخدام أجهزة الجيروسكوب الثقيلة أو غيرها من الأنظمة. وقد أدخلت الشركة تقنية جديدة على الدراجة النارية تتمثل في القدرة على التحرك ذاتيا، حيث تتبع صاحبها بشكل مطيع كحيوان أليف. أهلا بكم مرة تانية مشاهدين الكرام، لم يتبقى من الوقت كثيرا لي في حلقة تكنو نايل، ولكن دعونا سريعا نروح لضيفي ورحب بضيفي الطالب المصري أحمد عباس، الطالب صف تانية ثانوي ولا ثالثة ثانوي؟ ثالثة ثانوي. أحمد أهلا بيك. أهلا بحضرتك. ابتكارك باختصار، أنت ابتكرت جهاز بيوفر 70% من طاقة الكهرباء المستغلة أو المستهلكة في مترو الأنفاق. تمام. اشرح لنا بقى الاختراع ده أو الابتكار ده سريعا. هي الفكرة ببساطة شديدة جدا، إن مترو الأنفاق أنا بركب عليه ملفات كهربائية، وعلى طول مسار المترو بركب مغناطيسات كهربائية. بمجرد قطع المترو للمجال المغناطيسي اللي بيتولد من المغناطيسات الكهربائية، كل عربية بتقدر تولد كمية كهرباء محددة. طبعا كمية الكهرباء دي احنا بعد كده بناخدها بننزلها على قضبان حديدية، بتتنقل بعد كده للمدن وال يعني الجهاز بيركب على المترو، عربيات المترو نفسه ولا على مسار المترو او النفق بتاع المترو؟ هو احنا بنركب الملفات الكهربائيه اللي هي النحاسيه على سطح مترو الانفاق على تمام. كل عربيه هم 9 وحدات. وعلى طول مسار مترو الانفاق بنركب مغناطيسات كهربائيه، تمام، عباره عن شرايح مغناطيسيه بتركب على طول المسار. ومجرد قطعه للمجال المغناطيسي ده باقل سرعه 80 كيلومتر في الساعه اللي بيمشي بيها مترو الانفاق في مصر، نقدر نولد حوالي 5 أضعاف الكهرباء المستهلكة من كل قطر. بعد كده بناخدها زي ما قلنا بنوزعها على المدينة اللي حواليها. طبعا جات لك منين الفكرة دي يا أحمد؟ إيه اللي خلاك تفكر في فكرة زي دي؟ هل أزمة الطاقة الكل بيتكلم عنها مش بس في مصر، في العالم كله مقبل على أزمة طاقة
كبيرة وكله بيحاول يوجد بدائل للطاقة، ولا جات لك منين الفكرة تحديدا؟ هو أولا هو إلهام من ربنا. تاني حاجة هو أنا زي أي طفل مخترع أو مبتكر دلوقتي. مش طفل بقى يا أحمد، خلاص بقيت كبير. كنت قبل كده كنت بحب أفك وأركب الحاجات والكلام ده. تعرف تركبها تاني ولا كانت بتبوظ؟ يعني كده أغلبها بتبوظ. أغلبها بتبوظ. وكنت بحب أركب العجل والدينامو والكلام ده. وانا راكب المترو في مره من المرات تخيلت شكل الدينامو على المترو، وفضلت بقى محتفظ بالفكره الى ان الحمد لله قدرت انفذها واحصل على براءه اختراع. نسبه الطاقه اللي ممكن توفرها من اختراعك قد ايه تقريبا؟ هو زي ما حضرتك قلت بالظبط، كل عربيه بتولد حوالي من 60-70% من الطاقه اللي استهلكت منها. فبإجمالي الطاقة اللي ممكن تتولد احنا ممكن نولد 5 أضعاف الكهرباء المستهلكة منها. وطبعا دي قيمة عالية جدا بالنسبة للكهرباء اللي هو مستهلكها، بخصوصا ان المترو جهاز ضخم جدا بيستهلك كميات ضخمة جدا من الكهرباء، وبندفع لها شهريا ملايين من الجنيهات. وطبعا هو جسم ضخم جدا متحرك على وجه الأرض، ما بيستخدمش في حاجة غير ان هو بينقل راكب من مكان لمكان تاني. تمام. انت اعتبرت ده او انت شايف ان ده ممكن يكون اهدار لطاقه الكهرباء؟ طبعا ده في اهدار كبير جدا، يعني وخصوصا ان تكلفه المترو مش يعني تكلفه الراكب ان هو بيركب بجنيه او حاجه زي كده مش ما بتغطيش التكلفه اللي بيستهلكها المترو الكهرباء. تقريبا تكلفه المشروع قدرت تحسبها او قدرت توزنها ولا ايه تكلفه؟ لا، هي بالنسبه لتكلفه المشروع حاليا انا ما اقدرش احسبها. لسبب بسيط، ان ده مشروع قومي. تمام. وبشهاده المهندسين في البحث العلمي ان ده مشروع قومي. وان انا احسب دراسه جدوى او احسب تكلفه المشروع في الوقت الحالي طبعا صعبه جدا، محتاجه مكاتب متخصصه. وفي نفس الوقت محتاجه مساعده عاليه جدا من جهاز مترو الانفاق، ويتوفر لنا معلومات عاليه جدا، وده للاسف احنا ما قدرناش ناخده من هيئه مترو الانفاق. انت عملت الابتكار ده لوحدك يا احمد ولا في حد ساعدك في الموضوع ده؟ طبعا في، اولا والدي هو اللي يعني ساعدني ومنفذين مع بعض الفكره كامله. تمام. بخلاف والدك بيشتغل في مجال الطاقه والكهرباء ولا لا؟ هو مدير مالي واداري. تمام. بس على المعاش حاليا. فهو بيساعدني في المشروع، وهو اصلا هو اللي معلمني فكره الابتكار او فكره الاختراع او فكره الفك، وكان هو اللي بيتيح لي الفرصه دي هو ووالدتي على طول. وطبعا في مهندسين ساعدوني، يعني في مهندس في جامعه عين شمس، وفي طبعا لما رحت ورش الصيانه لهيئه مترو الانفاق بجواب رسمي من المدرسه. في مهندسين كتير ساعدوني، ومنهم المهندس ايميل طبعا. بدأت تتواصل مع مسؤولين عشان تقدر تنفذ مشروعك ده فعلا ولا وصلت لفين في التواصل مع المسؤولين؟ هو انا ابتديت الاول التواصل عن طريق المدرسه، وحاولنا نتواصل مع هيئه مترو الانفاق لكن فشلنا. ما قدرناش نكمل معاهم، انما قدرنا نتواصل مع ورش الصيانه، ودي فادتنا كتير جدا في البحث العلمي. طبعا وفروا لنا حاجات كتيره جدا. وهم كمان اللي ساعدوني ان انا اسافر جنيف المدرسه والبحث العلمي مع بعض. وطبعا انت خدت الميداليه الذهبيه في جنيف. تمام. ده شجعك اكيد اكتر انك تقدر تكمل. اكيد طبعا. وخصوصا ان انا لقيت استحسان كبير جدا من العلماء هناك او دكاتره الفيزياء، ولقيتهم بيشجعوني جامد وبيستحسنوا الفكره، بل ممكن بيزودوا لي بعض الاضافات ان انا اقدر اطورها كمان على الفكره. تمام. يعني انا كان نفسي بالتاكيد الوقت يطول اكتر علشان نقدر نستعرض اختراعك وابتكارك بشكل اكبر، ولكن يكفينا ان الفكره ظهرت وان احنا عرضناها، وبنتمنى لك اكيد كل التوفيق في المستقبل، وان الفكره فعلا يتحمس لها المسؤولين في كل الجهات المعنيه سواء في البحث العلمي او في هيئه مترو الانفاق. انا في النهايه بشكرك شكرا جزيلا احمد عباس، طالب المصري بصف ثالثه ثانوي. بشكرك شكرا جزيلا لوجودك معايا. شكرا جدا. بشكرك. الشكر لكم ايضا مشاهدينا لمتابعتنا في حلقه النهارده من تكنو نايل. ان شاء الله في الاسبوع القادم القاكم في حلقه جديده، فالى اللقاء.